هاي هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وزي الفل. حلقه جديده وصفات سهله وبسيطه ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. النهارده عندنا وصفه حلوه قوي قوي قوي، طبق رئيسي كده، رز ولحمه وخضار، حلو جدا للناس اللي عايزه تغير ومش هتبعد قوي عن الطعم اللي هي بتحبه، بس طبق رئيسي جميل جدا جدا. يلا بينا اقول لكم هنبتدي بايه. هنبتدي بيخنه لحمه كده حلوه قوي قوي قوي، يعني هنعمل اليخني وهننقع الرز عشان هنعمل الرز لوحده وهنعمل اللحمه لوحدها، وبعدين واحنا في الاخر خالص هنبتدي نطبق كده الاكله على بعضها عند التقديم. انا هنا هحتاج بس الاول ان انا اخد الرز وانقعه، ده رز بسمتي، هننقعه شويه على ما نيجي نشتغل فيه. هو رز مشطوف يا دوب شطفته، ودلوقتي هحط له ميه وانقعه حوالي 10 دقائق، وهنزل لكم بمقادير اليخني حالا بس ياخد وقته. ميه من الحنفيه مش ميه دافيه. هحط في ميه النقع حوالي معلقه خل. معلقه كبيره. كده. وهجهز الحلة علشان ايه ابقى اشتغل فيه. دلوقتي تعالوا بقى نجهز اليخني ونشغل البوتاجاز عشان الحلة تسخن. محتاجين ايه بقى؟ لحمة موزة، يستحسن تبقى موزة، ولو مفيش يبقى اي نوع كباب حلة بتشتغلوا بيه، كولاطة، سن، انتركات، اي حاجة، مفيش اي مشكلة خالص. قطعوا اللحمة القطعية اللي انتوا عاوزينها، عايزينها لحمة بعظم مثلا وتبقى حاجة ضاني كده حلوة، تمام جدا، فما فيش أي مشكلة من نوعية اللحمة اللي هتشتغلوا بيها في الوصفة دي. أنا اشتغلت النهاردة بلحمة موزة. عندي بصلة مفرومة، معلقة كبيرة ثوم مفروم، فلفل حراق، ده طبعا اختياري، لو عايزين تشلوه هتشلوه، نص كوباية من الكزبرة المفرومة، عايزة طماطم مبشورة أو ممكن البديل بتاعها يبقى معلقة صلصة، طماطمية أو طماطميتين مش كتير، كوباية من اللبن الرايب، البديل بتاعه هيبقى علبة زبادي لو مفيش لبن رايب، عايزين كمان بهارات لحمة وكركم وملح وفلفل اسود. في خضار هنستخدمه في الوصفة دي، فانا حاطة جزر وكوسة وبطاطس متقطعين كلهم صوابع شبه بعض، نفس السمك على قد ما نقدر عشان ياخدوا تقريبا نفس وقت التسوية. عايزه للوجه، وبرضه هستخدم في اليخني نفسه بصل جوليان محمر زي بتاع الكشري بالظبط، وعندي كزبره مفرومه وشويه زبيب على الوش. النهارده هتتخيلوا معايا كده ان انتوا بتشتغلوا بلحمه فراش مش مسلوقه، انا هشتغل بلحمه مسلوقه علشان الهواء وعشان الوقت، ولكن الاحلى والالذ ان احنا نشتغل بلحمه نيه ونشتغل كده ايه على طول، يعني هنحط كل حاجه على بعضها بالترتيب، ولكن الاحلى والاحلى احسن من اللي انا عاملاه ده ان انتوا تشتغلوا بلحمه فريش. انا هشتغل بلحمه مسلوقه. هاخد هنا معلقه سمنه على شويه زيت كده، وعندنا البصل ده اللي هنزل بيه اول ما الحله الاقيها سخنت كده معايا، هنزل بالبصل اول حاجه، وبعدين ننزل بقيه الاشياء. معانا مين؟ ايه ام ايسل، ازيك؟ اهلا وسهلا. عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله والله، بحبك جدا. وانا كمان بحبك جدا جدا. اخبارك ايه؟ انت كويسه؟ انا الحمد لله والله. الحمد لله. عندك اي سؤال؟ لا، نفسي اتكلم معاك من زمان بس ما كنتش بعرف. نورتيني، مبسوطة ان انا سمعت صوتك. انا اكتر والله. شكرا. احنا بس في انتظار ان الايه الحلة تسخن كويس، لسه قادرة امسكها. الجو هنا بيبقى عندي برد جدا، فالتكييفات بتبقى عالية قوي، فكل حاجة هنا بتاخد وقت، بوتاجاز بياخد وقت على ما يبتدي يشتغل، النار بتاخد وقتها، كل حاجه بتاخد وقتها، والحله طبعا بتاخد وقتها. اول بقى ما بتشتغل معايا كده بتبقى ألذ حاجه. اهي ابتدت تسخن، هنعمل كده
حط البصل زي ما اتفقنا. انا بشتغل دلوقتي بلحمه مسلوقه، اشتغلي انتي بلحمه فريش، ما تبقاش اتسلقت قبل كده، هتعمل لك برضو ايه طعم مختلف شويه. علشان انا سلقت اللحمه فهستخدم من مرقه اللحمه اللي انا سلقتها، وعندي شويه كركم هنا اهو عايزاهم برضو مع الملح والفلفل، مش دلوقتي خالص هنستخدمهم. احنا هنا مش عايزين البصلة تستوي ولا يحصل لها اي حاجة زيادة عن انها بس ايه تسخن كده وتبقى يدوب داخلة انها تدبل، وهنزل باللحمة على طول او هنزل بالثوم الاول. تعالوا ننزل بالثوم دلوقتي. مع شوية ملح، رشة ملح لذيذة كده. يا ام جوري. أيوة يا مساء الفل، اخبارك مساء ايه؟ النور، عامله ايه يا حبيبتي؟ انا كويسه الحمد لله، انت كويسه؟ بخير والله الحمد لله. الحمد لله يا دخلتوا رب دايما. المدرسه شبهنا بقى ولا لسه؟ ايه؟ دخلتوا المدرسه زينا ولا دخلنا لسه؟ دخلنا المدرسه خلاص. يلا الحمد لله على سلامتهم وسلامتنا، ايوه كل سنه واحنا طيبين. عادي يا رب عادي. يا رب. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك على كل وصفاتك الجميله دي. تسلمي حبيبتي. مين بيعيط دي؟ تالين. تعالي يا لود. تالين. تالين كل يوم بتعيط وانتي بتكلميني. على طول دي. ايوه على طول كده. ربنا يخليها لك يا حبيبتي. الله يخليك يا رب، الله يخليك. تسلمي حبيبتي، شكرا. تالين وجوري وام جوري اصدقاء البرنامج. يلا نزلنا التوم ونزلنا البصل من شوية، تعالوا بقى ايه ننزل باللحمة زي ما اتفقنا كده. لحمة موزة نعمل كده كده، وايه اللحمة تاخد كده من البصل وتاخد من الثوم. لما هتنزلي اللحمة نية هتديها تقليبة حلوة كده، يعني ايه هتتوصي بالتقليبة اكتر مني، تمام؟ وبعدين نشوف هننزل ايه تاني. عندنا دلوقتي عايزه ننزل البهارات، تعالوا ننزل الكركم. يلا. والفلفل. فلفل حراق كده كتير قوي هتبقى مشطشطه بزياده، بلاش نعمل كده. فلفل اسود. ونقلب. نكلم رضوى. يا رضوى. الو. الو. ايوه ازيك يا سيدي؟ اهلا اهلا. عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. رضوى. ايوه سامعاك. ممكن اسمعيني من التليفون. طيب ماشي. الو. يا حبيبتي سامعاكي. اهلا وسهلا. جايبه كي باكل هو صوص كراميل، اللي عايزه اعرف اعمله ازاي. جايبه صوص كراميل؟ ايوه. طب عايز تعملي ايه؟ عايزه ازين بيه كيكه. ماشي، ما هو جاهز خلاص، هو انت تقدري تزيني بيه اي حاجه. لا لا، هو جاي باودر. باودر جاي باودر صوص كراميل باودر. انا عمري ما شفته، مش عارف. طب اوصفي لي كده مكتوب عليه ايه؟ ايه؟ هو صوص كراميل قالوا لي بتحط عليه حليب وكده، بس انا مش عارفه المقادير ازاي يعني. طب امشي على اللي هم كاتبينه عشان هم اكيد عملوه بطريقه، ولازم تمشي على اللي هم مكتوب ورا ده طريقه الاستخدام ازاي، لان انا ما اقدرش اقول لك تستخدميه ازاي. لازم تمشي على الطريقة اللي هم كاتبينها، أكيد كاتبين ورا تحطي قد إيه مثلا لبن، تحطي قد إيه، هتحطيه على النار ولا لأ، هتحطي لبن سخن. يعني صوص كراميل ده هيبقى محتاج إنه يبقوا كاتبين محتاج زبدة مش محتاج زبدة، لأن أنا معرفوش والله. إيه؟ ممكن تكون قصدها حاجة تانية؟
تكون قصدها كريم كراميل مثلا. انا حاسه كده. يعني انا شاكه يا رضوى ان انت مثلا تكوني قصدك كريم كراميل. لو قصدك كلميني تاني قولي لي، او قولي الرغده. لو قصدك كريم كراميل تعمليه ازاي اقول لك تعمليه ازاي، مفيش مشكله، ده سهل ومقاديره عندي الكريم كراميل الجاهز. لكن كراميل لوحده باودر انا ما اعرفوش والله، يعني ممكن يبقى في حاجه نزلت وانا مش عارفاها. نرجع للوصفه، بصوا بقى ايه اللي حصل. مفيش بقى ايه، ولا شوربه ولا ميه ولا اي حاجه. انا اللحمه مع البهارات مع البصل والثوم والفلفل ادت ريحه يا جماعه تحفه تحفه، وده اللي ايه، ده المقصود. حتى لما تبقى اللحمه فريش انت حطاها، مش حاطه لحمه مسلوقه، لازم توصل للايه، للطريقه، للنتيجه دي، تمام. ولو عايزه تشتغلي زي ما انا اشتغلت مفيش مشكله خالص. انا بس دايما بقول لكم ده حلو وفي احلى، حتى لو الاحلى ده انا مش هعمله، انا بقول لكم انه الاحلى ان انتوا تشتغلوا بلحمه تكون نيه، ما تكونش استوت ولا اتسلقت قبل كده. ولكن لو اذا لو انت عايزه تعملي اللي انا بعمله ده مفيش مشكله. هنزل بقى بالطماطم خلاص، لان انا لو نزلت بيها من بدري كانت ايه كل الكلام ده ما حصلش. فهنزل دلوقتي بعصير الطماطم كده واقلبه برده كويس مع كل المكونات. وهنزل حاضر بشويه من الكزبره، وهحط كمان اللبن الرايب. يلا كده احنا جاهزين ان احنا نحط شويه من الشوربه ونقفل عليها عشان هي تكمل سوا، مش عايزين اي حاجه تانية. فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حد. رجعنا من الفاصل، يلا بقى نصفي الرز عشان كده اتنقع كويس قوي، وحطينا السمنه في الحله والحله سخنت، فيدوب هننزل بالرز دلوقتي اللي اتنقع حوالي 10 دقايق مع معلقه خل، والميه كانت من الحنفيه. نحط الحله على النار، ننزل بالرز ونحاول نصفيه كويس قوي ما يبقاش فيه ميه علشان ما يعجنش مننا، لازم يتصفى كويس. اوكي يلا بينا. الرز ده احنا مش عاملين اي حاجه خالص فيه غير ان احنا مفلفلينه، احنا عايزين رز مفلفل فقط. فهنزل كده هدي له بقى رشه ملح وفلفل وخلاص. نقلب، حطيت معلقتين سمنه. الرز البسمتي بيبقى احلى بالسمنه وبياخد سمنه كتير شويه. وادي الملح ورشه فلفل اسود صغنطوطه خالص. ميه مغليه، تغطي وش الرز يا دوب ونشيل. الرز المنقوع بياخد ميه اقل سنه، بنشيل حوالي ربع كوبايه كده من المعيار بتاعنا عشان هو ايه كده كده شرب ميه، فهيطلع طري وجميل وكل حاجه ومفلفل بس ما ياخدش ميه زياده. ولو احتاج بعد ما تشرب بعد اول 20 دقيقه ما خلصوا، بنرش كده فنجان ميه وخلاص. انا قلت لكم كتير قوي مفيش معيار ثابت للرز المصري ولا للرز البسمتي، بيختلف من نوع لنوع ومن نفس النوع من شهر لشهر، لانه على حسب الانتاج. ساعات الانتاج بتاع الزرعه دي بيطلع اخد ميه زياده، وساعات الانتاج بتاع الزرعه دي ما خدش ميه زياده، فهي ملهاش مقياس صريح يعني. طيب احنا كده حطينا الرز هنسيبه يتشرب. تعالوا نبص بص على اللحمه اللي حطيناها مع بعض. بصوا ريحه الصوص حلوه قوي
قوي اهو، ده اللي حطيناه له في الاخر خالص، اللبن الرايب، وحطينا الكزبره وشويه شوربه اللي هي من مرقه سلق اللحم، وسايبين القصه دي تتسبك شويه لحد ما اللحمه توصل للسوى اللي انتوا عاوزينه. انا مثلا سوى اللحمه عندي زياده سنه، يعني احب اللحمه بتدوب شويه، غيري لا يحبها مثلا متماسكه، فانت وصلي للي انت عاوزاه وخلاص كده هتبقى استوت. اذا هتبقي عايزه تحطي خضار زي ما انا هحط خضار، يبقى برضو تعملي حسابك في الوقت انك تحطي الخضار علشان ما تبقاش اللحمه تهرت خالص وانت لسه هتحطي الخضار. فتسلقي حوالي مثلا 3 ارباع سلقه، اذا هتشتغلي بلحمه مسلوقه يبقى هتسلقي 3 ارباع سلقه او نص سلقه وتسيبيها تكمل في الصوص، وبعد كده هتنزلي الخضار. يعني انا 5 دقائق كده ونزل الخضار، هو مش هياخد وقت. يلا بينا. احنا دلوقتي عندنا ايه؟ الليمون. خلاص نكلم اسماء. يلا بينا يا اسماء، ازيك؟ ازيك يا شيف دعاء، عامله ايه؟ اهلا وسهلا، عامله ايه؟ اخبارك الحمد ايه؟ كويسه؟ الحمد لله. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. ممكن معلش اسالك على حاجه؟ اتفضلي. عايزه اعرف طريقه الايس كوفي. حاضر، طريقه الايس كوفي من عينيا حبيبتي. حاضر. هتعمليها بالقهوه اللي هي سريعه الذوبان؟ قهوه سريعه الذوبان. حاضر ماشي. القهوة سريعة الذوبان ممكن جدا ان انت تقومي مثلا، في كذا طريقة للايس كوفي بس البيسك الاساسي هي قهوة، شوية قهوة كده بتدوبيهم في مية سخنة، وبعد ما يبقى عندك حوالي ربع كوباية مثلا او ربع المج بتاعك ده قهوة، خلاص بقت عندك القهوة دوبتيها ودوبتيها مع سكر مثلا، هتقومي حطاها في الخلاط وحط عليها التلج والسكر والمي واللبن وتضربي كل الكلام ده مع بعضه، فده هو الايس كوفي البيسك خالص. في ناس بقى تحب تضيف لها ايه بعد ما تعمل الخلطة دي في الخلاط، القهوة على التلج على السكر على اللبن، تحب تضيف مثلا كريمه، كريم شانتيه كده من فوق الوش، فيقوموا حاطين من فوق وش الكوبايه الكريم شانتيه. في ناس تحب تضيف صوص كراميل، فيعملوا صوص كراميل وفي الكوبايه في الاول، يقوموا حاطين في الكوبايه وبعدين ياخدوا اللي في الخلاط ده يضيفوه على اللي في الكوبايه اللي هو بيبقى الكراميل، ويقوموا حاطين الكريمه من فوق وفوق الكريمه صوص شوكولاته او صوص كراميل. فعلى حسب بقى انت عايزه انهي نوع من الايس كوفي، عشان في اكتر من حاجه وبيضيفوا اضافات، ولكن دي الاساسيه يعني ما فيهاش بقى ولا حليب مكثف محلى ولا بقى اختراعات كتيره ولا بسكوتات ولا مش عارف ايه، فده الاساسي. تعالوا نوطي على الرز ونشتغل في الليمون. الليمون السريع اللي هو مثلا تاكليه بعد 3 ايام من عمايله، 3 4 ايام اوكي، وخصوصا لو الليمونه صفرة، يعني اللي احنا هنتكلم عليه ده ليمونه مصفره او صفرة خالص زي اليومين دول كده، في ليمون اصفر كتير، فنقدر نخلل الليمون السريع. يلا نقول مقدار ونشتغل على طول. ايوه صفحه 14 كيلو ليمون، كيلو الا ربع ليمون. محتاجين كمان فلفل حامي، يعني قرنين ثلاثة على حسب يعني الرغبة، ولو عايزة تحطي توم حطيه، بس يعني ايه انا هعمله من غير توم. عندي ربع كوباية من الخل، معلقة كبيرة من السكر، فلفل احمر حراق جاف اذا عايزة، لو مش عايزة شيليه من الوصفة، وملح حوالي احنا قلنا ايه 3 معالق صح؟ 3 معالق. طيب لكل كوباية من المية بنحط معلقه ملح، دي قاعده كده مع الليمون، ما هنحط ايه، هنحط لكل كوبايه ميه معلقه ملح. تمام. طيب الليمون الاصفر اللي انا شارياه هعمل فيه ايه اول ما اشوفه؟ هغسله كويس قوي قوي قوي، وبعد ما اغسله ولا هفتحه ولا اي حاجه، انا بشتغل في الليمون السريع. اوكي هعمل كده، هجيب ميه بتغلي واقوم حاطه الليمون فيها اهو من غير ما افتحه ولا اي حاجه. هسيبه يغلي حوالي قد ايه؟ من 10 دقائق لربع ساعه.
يعني ما تزوديش عن كده عشان ما يتهريش. تمام؟ تمام. ده هيسرع معانا يعني العشر دقايق او ربع ساعه، ربع ساعه كده انا كرماكي شويه بس تمام يعني. بتعدي وبيبقى لطيف وبيبقى حلو وكل حاجه. وبعدين معانا مين؟ حبيبه؟ يا حبيبه ازيك؟ اهلا وسهلا، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، اخبار حضرتك؟ كويسه الحمد لله بخير يا حبيبه قلبي. منوره، انا بحبك قوي. شكرا شكرا، ميرسي. كنت عايزه اسال على طريقه الكيك بالشوكولاته. حاضر، هنعمل لك كيكه بالشوكولاته بقى الاسبوع الجاي رهيبه، استنيها بقى حضرتها لك. خلاص تمام، ماشي هستناك. ماشي يا حبيبتي، شكرا يا حبيبه. حطينا الليمون، هيتسلق لمده 10 دقائق او ربع ساعه، الماكسيمم بتاعنا كبرنا ربع ساعه ما نكترش عن كده. هنرمي الميه، مش هنستخدم الميه بتاعته. وبعدين عندنا اختيارات، الاختيار الاضمن دايما ان احنا ننقعه 24 ساعه. تمام، هنشيل الميه هنرميها اللي هو اتسلق فيها مش عايزينها، وبعدين هناخده نغير له الميه دي ونحط له ميه تاني، وفي خلال ال 24 ساعه كل شويه هغير له الميه، يعني تاني يوم هبتدي اشتغل فيه. ده افضل حاجه، اوكي؟ يعني عشان يبقى اضمن حاجه. الليمونه كانت خضره شويه فمررت، الليمون ده ممرر غيره مش ممرر، وده حلو وده مش حلو. الليمون الاصفر عاده مع السلق المراره بتروح، ولكن خلينا ضامنين واحسن ونجيب احسن نتيجه لاي نوع ليمون احنا هنستخدمه 24 ساعه بغير الميه من مرتين لثلاثه اربعه، كل شويه كده كل ساعتين ثلاثه اقوم مغير الميه وحط له ميه. تمام، خلاص غيرنا الميه وعدت ال 24 ساعه، وانا هحط ميه نظيفه، مش هستخدم ميه الليمون ولا هستخدم ليمون ولا عصير ليمون ولا اي حاجه. ده الليمون السريع ومضمون جدا ان هو ان شاء الله بعد 3 4 ايام تاكلي منه، وفي نفس الوقت سواه مظبوط جدا، هتحسيه كده كمان يعني زي ما بنحبه كده بيبز ليمون من جوه وحاجه خطيره ومش ممرر خالص خالص خالص. يلا كده الليمون جاهز ان احنا نشتغل فيه، نلبس جلوفز ونشتغل. معانا مين؟ يا عزه ازيك؟ اهلا وسهلا. الو الو، اهلا اهلا، ازيك يا سيدي دعاء؟ اهلا يا زوزو، ازيك؟ عامله ايه؟ الو سامعاكي؟ سامعاكي، اتفضلي. عامله ايه انت؟ انا كويسه. ايه عامله شيفة دعاء؟ عزه انت سامعاني؟ ماشي، شكرا يا زوزو، حاولي تطلبينا تاني. احنا هنشتغل في ايه؟ فين الجار؟ طيب خلينا عملت ايه؟ طيب ماشي، اوكي، ناخد كوباية كبيرة ونشتغل في الكوبايات الكبيرة. ادي كوباية مية، ممكن تكون مغلية من قبل كده ومتبردة، وممكن من الحنفية. الأضمن ايه؟ مغلية ومتبردة عشان نبقى ضامنين انها ميه متعقمه. حطينا الثلاث كوبايات، هنحط ثلاث معالق من الملح، كبار معلقه، اتنين، تلاته، وساعات بقوم ايه عامله كده الحركه دي، بس معلش يعني عاده، او النص ده مش عارف، بحس ان انا كده ظبطت المقدار يعني التلاته، واقوم حاطه نص معلقه كده، التلاته بتظبط والكل كوبايه يعني تمام، بس هي نص معلقه كده ما تسالونيش ليه. نجيب حاجه نقلب بيها ونحط كمان معلقه السكر والخل. يلا ادي معلقه السكر وادي ربع كوباية من الخل، كده المحلول جاهز ان احنا ايه ندوب كده كله 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 ونشتغل على طول، ونرص الليمون
في برطمان ازاز متعقم ونضيف فله. معانا مين يا دنيا؟ الو الو، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك، احنا بنحبك قوي. شكرا شكرا، تسلمي، اشكرك. عامله ايه؟ كويسه؟ انا كويسه الحمد لله بخير يا حبيبتي. كنت عايزه اسال على الفطير المشلتت. الفطير المشلتت، حاضر نعمله يا حبيبتي من عناي. نعمله مع بعض. حاضر، العفو يا روحي. لما يبقى عندنا في المخللات هنحط الفلفل اللي هو ده، نشطفه بس شطفه الاول عشان بيبقى كله تراب ومحتاج ان هو يتشطف. الفلفل الحراق ده المجفف، اوكي، هو ده بشطفه علشان اشتغل بيه نظيف كده. المحلول عندي جاهز، عايزين نحط الخضار وبعدين نبتدي نخلل على طول. يلا الخضار بس اللي ايه اللي عايزين نحطه على اللحمه اللي اتسلقت واتظبطت كده وشربت من الصوص الخطير ده. تعالوا بقى نحط البطاطس كده، عايزين الجزر كمان والكوسه، ادي الكوسه. وادي الجزر. ندي مساحة بس كده للحمة وللخضار ان هم يكملوا تسويتهم مع بعض. اذا حبيتوا ان انتوا تزودوا شوربة اوكي، بس كل الخضار ده هينزل مية فمش محتاجين ان احنا نزود اكتر من كده. بصوا اللحمة اهي، اللحمة كده خلاص استوت معايا وبقت ايه زي الفل. هتكمل بقى لحد ما نطمن كده ان كله بقى تمام. معلش نغير الجلوفز ونحط شويه صغيرين قوي من الشوربه ونقفل. يلا بينا. معانا مين يا ساره؟ اهلا، ازيك حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازيك يا ساره؟ عامله ايه؟ تاني مرة أكلم حضرتك. نورتيني يا حبيبة قلبي، أخبارك إيه؟ كويسة؟ الحمد لله، أنت حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله تمام، كله تمام. بقول لحضرتك معلش، ممكن سؤال؟ طبعًا. كنت عايزة أسألك كب كيك بس ضروري عشان هعملها النهاردة، ممكن؟ حاضر أشوفها لك. حاضر. ماشي يا حبيبتي. إحنا ما عملناش كب كيكس قريب؟ عملنا قريب. آه ده إحنا لسه عاملين، ده كان جميلة أوي. طب معلش بقى شوفي هولها. يلا بينا. ادي البرطمان، نحط البرطمان كده جوه ايه، جوه طبق عشان اكيد اكيد هنوقع ميه. نجيب حاجة بس كوباية عشان نعبي بيها مية. الفلفل الحامي مع الليمون لا غنى عنه بالنسبة لي أساسي. هقطعه كده. ومش هاخد الراس، هاخد دول كده بس. وبعدين ثانية واحدة اجي الناحية دي، انتوا كده شايفيني كويس؟ طيب اوكي، تعالوا نحط الليمون. ونغطي طبعا بمية لحد الاخر. وطبعا نحاول ان احنا ننقي برطمان، مش زي حالاتي كده تاخدوا برطمان اقل من الكمية، لا يبقى البرطمان على قد الكمية. الفلفل مغسول كويس قوي، نحط الفلفل كمان اللي احنا غسلناه كده وننزل بالمية لحد ما نغطي كله. الليمون ده ناكل منه امتى؟ ناكل منه بعد 3 او 4 ايام بالظبط هيبقى جاهز للأكل. وبعد كده عشان نوقف بقى التخليل خالص نحطه في التلاجة.
يعني رابع يوم كده خلاص انتي اعملي تشيك هتلاقيه زي الفل وبيتاكل، حطيه بقى في التلاجة واسحبي منه من التلاجة طبعا. وبس كده نقفل بقى عليه كويس قوي وملناش دعوة بيه خالص لحد ما نطمن ان كله تمام. يلا فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. رجعنا من الفاصل، يلا بينا هنعمل حاجه حلوه دلوقتي لذيذه قوي، كراميل كاسترد بالكراميل. تقدروا تستخدموا الكاسترد الجاهز اذا حابين. حسيت ان انا مش عايزه استخدم الكاسترد الجاهز واقول لكم على الطريقه البيتي علشان طعمها احلى ولذيذه ومختلفه واغنى، لكن لو حابين مفيش مشكله. اوكي تمام اتفقنا، يلا بينا. هينزل لكم طريقه الكراميل عشان لو عايزين الكراميل كله المقدار بتاعه علشان تعملوه مظبوط قوي ويظبط معاكم ويطلع زي اللي احنا عاملينه ده كده. بصوا هينزل لكم المقدار، امشوا على المقدار مظبوط اهو، لما بيبرد بيبقى كده، بس خدوا بالكم المقدار اللي معاكم هيبان الاول ان هو خفيف. هتسيبيه يغلي حوالي 5 دقايق على النار، على نار متوسطه، وبعدين تسيبيه يبرد في اي حاجه تانيه ساقعه كده على جنب، هيوصل لنتيجه ممتازه، بس تمشي على المقدار بالظبط اللي هينزل لك. مقادير الكاسترد: كوبايتين حليب، معلقتين نشا، 3 اصفر بيض، ربع كوب من السكر، معلقه صغيره فانيليا، ومعلقه كبيره من الزبده. ده مقدار الكاسترد اللي احنا هنعمله دلوقتي مع بعضينا. يلا على البارد هشتغل على طول بطريقه سهله وبسيطه من غير تعقيدات. ليه طريقه تانيه ممكن تكون اصعب شويه، فانا هشتغل بالطريقه الاسهل. ثانيه واحده، نحط السكر، مش عايزين نسكره قوي علشان على وشه كراميل. لو عايزين تديله نكهه قهوه هتحطوا شويه كده من قهوه سريعه الذوبان، تقريبا حوالي نص معلقه، تدوبوها في شويه ميه صغيرين قوي وتضيفوهم على الخلطه بتاعتنا في الاخر خالص. هنحط السكر، حطيت السكر، وهحط الفانيليا كده، وهحط البيض واقلب. الفانيليا طبعا مهمه جدا بالنسبه لي، كله على البارد خالص. زود شويه سكر، وهحط النشا بالمعلقه كده، هحط برضو على البارد معلقه، وهحط كده ايه نص، مش هزود كتير من النشا. وناخد الخلطه دي دلوقتي على النار، يلا بينا. تقليب بقى مستمر لحد ما نوصل للقوام بتاع المهلبيه الحلو. هنحط فانيليا تمام، عايزين تحطوا له نكهه قرفه اوكي، نكهه قهوه حلوه قوي. فكره البيض ما تخوفكوش، يعني ما تخافوش منها قوي. عايزين تشيلوا صفار بيضه مفيش مشكله، يستحمل ان هو ايه يشتغل معاكم بصفار 2 بيضه بس، بس هو بيبقى طعمه تحفه. نشيل بقى ده، حاسه ان هنا في لسه شويه فانيليا كده ما نزلوش. في الاخر خالص معلقه الزبده، مش هنحطها دلوقتي، وهخلي جنبي احتياطي نشا. وانا بكلم ايه، يا ايه ازيك، اهلا وسهلا، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت كويسه؟ الحمد لله كويسه. الحمد لله، يا رب دايما. بقول لحضرتك انا بسلم عليكي طبعا، شكرا. على فكره انا بحبك جدا. تسلمي يا يويو. انا والله العظيم انا كنت طالبه منك طلب صغير قوي. قولي يا حبيبتي. انا والله العظيم انا يعني كنت محتاجه غساله صغيره كده، بس انا ما عنديش. طيب كويس، انت دلوقتي مع الكنترول، سيبي كل تفاصيلك، واكيد لو في حد سمعك دلوقتي وحابب ان هو يساعد ان شاء الله يبقى في تواصل.
تعالوا نبص على الخضار كمان بالمره. بصوا الصوص بقى والخضار واللحمه ابتدوا يتسبكوا ويدونا جو جامد جدا. باخد بقى شويه من البصل وبعمل كده في الاخر خالص، حط البصل المحمر ده دلوقتي كده ياخد ايه، يدي طعم ونكهه لكل الحاجات اللي احنا حطيناها. ونقفل مع القليل من الكزبره تاني. اوكي كده اهو شويه كزبره على شويه زبيب بيدوا تسكيره تحفه. عندي زبيب اسود وعندي زبيب حطوه في النص كده عشان ينفش، وزبيب اصفر. تظبطي الملح بقى وتدوقيه وانت شغاله دلوقتي عشان احنا كده خلاص في اخر خطوه كده. تمام جدا. وعايزين شويه صوص كده لليخني ده، نقفل عليها ونسيبها تكمل مع نفسها لحد ايه يعني 3 4 دقايق كمان وخلاص كده نبتدي نغرف لما نطمن ان الرز كمان اوكي. تعالوا نبص على الرز. يا سلام يا سلام، حلاوه الرز بقى وهو مفلفل وجميل. رز ابيض رائع ريحته تحفه. بس كده كده استوى، مش محتاجين منه اي حاجه تانية غير ان احنا نشيله بقى من على النار يتاكل حاف. عايزه اطمن ان دي شغاله، انا حاسه انها مش شغاله. اشتغلت، ما كانتش شغاله فعلا. الكراميل تعالوا احكي لكم عنه، احنا مقادير الكراميل نزلت. طب معلش ممكن ننزلها تاني؟ يلا بينا. الكراميل بقى السكر المقدار اللي عندكم ده اللي هينزل لكم دلوقتي، المقدار ده في حاجه واسعه وعلى نار متوسطة أو عالية شوية هنفرش السكر. أول ما يبتدي من الجناب يبتدي يلون هتقلبيه أوكي، وتسيبيه لحد ما السكر يسيح خالص. مفيش مشكلة من إضافة مية، شوية مية صغيرين بس أنا ما بضيفش، لو ضفتي تمام بس مش هيساعد في حاجة. سيبي السكر لحد ما يبقى كله ساح وبقى لونه بني. أول ما يبقى كله لونه بني تشيليه على جنب من على النار، وبني يبقى مش بني غامق قوي، اوعي تحرقيه، كله سايح مفيش كلاكيع وفي نفس الوقت بقى لونه بني. هتقومي مدفيه الكريمه في الميكروويف، كميه الكريمه اللي قدامك دي هتدفيها. بعد ما تدفى على النار او تدفى في مايكروويف هضيفها على طول وبسرعه على السكر اللي بقى لونه بني، وقلب قلب قلب. وبعد ما يتماسك شويه، انا لما هضيف الكريمه وهي دافيه مش هيقفش قوي، هو بيقفش قوي كده لما بننزل حاجه ساقعه عليه. هاخد ارجعه تاني على النار واقوم ايه سايباه كده يفك 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 ويغلي وكل حاجه، واول ما يفك ويغلي اقوم حاطه الزبده. اوكي برضو المقدار اللي كان قدامكم، تقومي حاطه الزبده، تسيبي ده على نار متوسطة يبقبق كده ويطلع كل الرطوبة والمية الزيادة اللي كانت موجودة في الكريمة لحد ما القوام يكون تقل شوية. مش هيوصل للقوام اللي انت شايفاه ده، القوام ده مش هو اللي هيبقى موجود قدامك على البوتاجاز ده كده بعد ما برد، عشان التاني لو انت طلعتيه بالقوام ده وهو على البوتاجاز معنى كده ان هو تقل بزياده قوي، فلما يبرد هيبقى جمد مش هيبقى صوص، واحنا عايزين حاجه كده زي الصوص. اوكي عشان يبقى عندك صوص كراميل دايما في الثلاجه جاهز انك يبقى تحت ايدك تشتغلي بيه في اي حاجه. ده بالنسبه كده لصوص الكراميل، فهو تقريبا 4 أو 5 دقايق على نار متوسطه بيغلي غلوه انت شايفاها، بيغلي بيتحرك بيتحرك كده بيطلع بخار، وبعدين تقومي سايباه على جنب خالص لحد ما يبرد تماما، هيبقى معاكي احلى صوص كراميل. انا بقلب عادي جدا. ممكن اعمل ايه بقى وانا شغاله دلوقتي؟ ممكن اعمل كده
انا عايزه ايه؟ عايزه اخد معلقه من الكراميل اللي انا عملته، معلقه واحده بس تدي طعم للكاسترد كده، واقلب. هفضل اقلب لحد ما الكاسترد عندي يستوي ويديني القوام اللي انا عايزاه، اللي هو كانه بشاميل، صوص بشاميل خفيف، مش صوص بشاميل اللي هو ماسك وتقيل قوي، عشان برضو الحاجات اللي زي الكاسترد والحاجات اللي زي المهلبيه لما بتبرد بتبقى كريمي وبتبقى حلوه كده، ما تبقاش ماسكه وعامله زي البلوزه. اوكي، فناخد بالنا ان احنا مش بنتقله قوي 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 على النار، احنا بنطلعه كريمي، نسيبه يهدى في الاطباق، وبعدين هنحط على وشه الكراميل اذا حابين. صوص الكراميل بيتضاف له ملح، احيانا عشان نعمله سولتد كراميل بنحط له رشه من الملح الخشن، ويستحسن ان هو يكون هيمالاين سولت اللي هو لونه بينك، الملح اللي لونه بينك ده ما بيبقاش على فكره يعني ما بيبقاش مالح قوي، ولكن قرشه الملح دي بتبقى لذيذه مع الكراميل قوي قوي قوي. هفضل اقلب كده على نار متوسطه، مش عايزه اعلي طبعا على الكاسترد علشان الالبان بتشيط، وعايزاه يستوي، ما تبقاش كل حاجه على نار عاليه فالحاجات ما تستويش. لو انتوا حابين تطلعوا فاصل ما عنديش مشكله، نرجع لما الكريمه تربط ونكون جهزنا كمان الحاجات اللي هنقدم فيها. يلا بينا فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. رجعنا من الفاصل وجاهزين بقى دلوقتي، خلاص تقل وصبرنا عليه وكله تمام، ننزل بقى بمعلقه زبده كده تدي لمعه وطعم وغناوه، وكل ما كان الزبده نوعها حلو وريحتها حلوه كل ما اديتكم نكهه رهيبه وطعم غني جدا جدا كده. يلا بينا بقى ايه، نروح نغرف الكلام ده في الكاسات بتاعتنا. يلا بينا ننزل بالكاسترد الحلو الجميل اللي احنا عملناه بالشكل ده كده، ونكلم هيام. يا هيام ازيك، اهلا وسهلا، اخبارك ايه؟ الو ايه ده؟ اهلا اهلا، عامله ايه؟ ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله، وحشتينا. انت لوحشتيني. ممكن تبعت لي تنزلي مقادير الفينو لو سمحتي؟ مقادير ايه؟ الفينو. حاضر. لو سمحتي عشان عايزه اعمله. لا هنزل لك المقدار، احاول بس دلوقتي مش هلحق خالص احكي عن العيش الفينو، احكي لك عنه بكره ان شاء الله. ماشي يا حبيبتي؟ شكرا. اوكي يا حياتي. بنسيب بقى الكاسات بتاعتنا تبرد خالص خالص، وبعد ما تهدى وتبرد وتعمل الوش بتاعها اللذيذ ده بيبقى عندنا بقى كل الاختيارات اللي احنا عايزينها. ممكن نقوم حاطين لها زبده البسكوت اللي هي المعروفه جدا، ممكن نحط لها كراميل كده من فوق بيبقى حلو قوي، ممكن نحط مكسرات مكرمله يعني نكرمل المكسرات ونحطها، وممكن ده ايه رغد، احنا هنا مكرملين حاجه صح؟ ده اللوز الشرايح صح؟ اوكي، ممكن نقوم عاملين كده، بصوا ده لوز شرايح نعمل كده 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 ونحطه فقط من غير كراميل، او نقوم مغطيين اللوز الشرايح بالكراميل خالص خالص خالص، وتغطي غطي يعني غطي كده طبقه، فتبقي بتاكلي حاجه مسكره وساقعه ومقرمشه وفيها صوص كراميل كده من متغطي من فوق رهيب. بس تقفلي بقى خالص خالص، ونقوم مزينين بشويه صغنططين خالص من فوق. يا عيني يا عيني على اللذاذه والشياكه. يلا تاني،
حد هيقول لي هو انا ينفع احط موز مثلا؟ اه عادي حطي موز. عايزه طبقه موز تبقى لذيذه قوي. عايزه تغيري اللوز المكرمل اللي احنا حاطينه ده بانك تحطي او يعني مش مكرمل، ده محمص، سوري ما حمصينه، بس نقوم ايه حاطين طبقه كده وتبدلي مثلا بسوداني. اه عادي جدا. يلا بينا نغطي بس كده كده كده. ممكن تعملي الكلام ده كمان على طبق كبير لو عايزة تعمليه على كاس كبير قوي، واكتر من حد بقى يتشارك فيه ويتاكل كده بالشكل ده تمام، بس طبعا كده ألذ واشيك ان كل حد ياخد الطبق بتاعه وما نتشاركش. في المهلبية وكده بيستحسن ان كل حد ياخد الطبق اللي يناسبه. ونعمل كده وكده. حاجة حلوة تقيلة شوية مسكرة حبتين لكن حلوة قوي. يلا نحطها بقى كده. انا خلاص الكمية عندي مش هتقضي ان انا اعمل دول، فخلاص وعلى التلاجة. نشيل الاشياء بتاعتنا ونغرف الرز والخضار ونشوف بقى هنقدم الطبق الثاني الرئيسي بتاعنا او الطبق الاولاني بقى هنقدمه ازاي. نشيل بس الاطباق الفاضيه، هلبس جلوفز ثانيه ونبتدي بالرز. الرز بقى وحلاوته. يلا اخبار، لازم اقوم موقعه، مش ممكن. ممكن ثانيه واحده هعمل كده، ها عشان كده اسهل لي. نلم بس حوالينا، ناخد معلقة ونوسع للخضار وللحاجات اللي احنا هنحطها بالشكل ده كده. في النص هنحط كل اللي احنا عملناه، او تقدروا بقى تقدموا كل حاجة لوحدها طبعا مفيش مشكلة، يعني مش شرط يتقدموا مع بعض. انا بس حبيت ان انا اقدم اليخني مع الرز كده بطريقة شكلها شيك ولذيذة وتسهل علينا. يلا بينا بالمغرفة بقى كده. الريحة بتاعت البصل مع الكزبرة مع التفاصيل والكوسة بقى والبطاطس واللحمة وكل اليخني ده خطير. يلا ننزل بيه بقى كده باللحمة الدايبة دي بالصوص الرهيب ده كده. ممكن جدا نبين البطاطس اكتر، نخليها كده، والكوسة مثلا، الخضار بشكل عام كده يبان اكتر معانا، يعني تحسوه ايه مستوحى من طبق الكسكسي. الحاجات بقى المراكن يعني مغربي تونسي، طبق لذيذ جدا. اوبا واللحمه دايبه وطعمها هيعجبكم قوي، وزي ما احنا بنحب يعني اللي هو الاكل اللي فيه بطاطس وفيه خضار
وفي كل حاجه وطعمها حلو جدا. الزبيب كمان رهيب. انا عايزه بطاطسايه للحته دي واللحمه كده تبقى باينه معانا. والجزر يبقى كده وكده وشويه من الصوص ينزلوا كده اهو. ونزين بايه بقى؟ هنزين بالكزبره طبعا اللي معانا طول الوقت، بالبصل المتحمر كده كده اهو، بالزبيب لو حابين تحطوا الزبيب الغامق او الفاتح، انا حبيت بس الايه الالوان تكون مختلفه شويه. وقد كانت الوجبه بتاعتنا او الطبق بتاعنا زي ما يعني زي ما تخيلته بالظبط. حسيته هيبقى شكله حلو. يلا بينا. نشيل بقى كل اشيائنا واقول لكم عملنا ايه النهارده. احنا عملنا اكله لذيذه قوي مقسومه على حاجتين، رز ابيض مفلفل ويخني كده لحمه بالخضار مستويه في لبن رايب وفي بصل وتوم، تفاصيلها كتيره بس حلوه قوي، او يعني الحاجات اللي حطيناها ممكن تكون كتيرة شوية بس حلوة جدا جدا جدا، فان شاء الله تجربوها وتعجبكم قوي. حاسة ان انا عايزة ازود لها شوية بصل كده بس من فوق يدي ايه شكل. والحلو كان المهلبية اللي بالكراميل او كاسترد بالكراميل، حلو جدا برضو. وعملنا كمان شوية ليمون مخلل في السريع كده برضو، في كل المعلومات النهاردة عن اي حد عايز يخلي الليمون بسرعة وعايز ياكله كمان 3-4 ايام، دي اسهل واضمن طريقة تطلعه مش ممرر مظبوط، بعد كده نحطه في التلاجة وناكله بالهنا والشفا. خلصت حلقتنا، يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا واتسليتوا. نشوفكم بكرة على الهواء على خير ان شاء الله. باي. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.